وعيدنا مكمل وختامها مسك مع الممثلة المصرية هنادي مهنا اللي لفتت الأنظار في الموسم الرمضاني الحالي بثلاث أعمال درامية مميزة شفتوها في دور نسرين في مسلسل حكايتي وفي دور حبيبة محمد رمضان وفي الزلزال طبعا وكمان تلعب دور سارة مع محمد سعد مع في بركة وبكده استحقت لقب نجمة رمضان. وأيضا يسعدنا أن يكون معنا والدها الموسيقار الكبير والعازف الأستاذ هاني مهنا اللي هو طبعا اسم كبير في عالم الفن وهو غني عن التعريف. أهلا وسهلا حياكم الله وكل عام وانتم بخير. سنة طيبين. منورين. يعني أنا بس أسمع كده اللهجة المصرية على طول بقول الكعك والحياة الحلوة والعيد في مصر. يعني إحنا سعيدين إنه كسبناكم هنا في العيد. إحنا اللي أسعد. الله يخليكي. يعني أنا واثقة لو بدأت معاه مش هتزعل. طبعًا. هي كانت نجمة في رمضان. طبعًا. حكينا كيف ما شاء الله حكينا كيف كانت الفرصة الحلوة دي إنك تعمل ثلاث أعمال. الحمد لله. وقت واحد. هو بركة كان المفروض يبقى في 2018 وبعدين يتأجل بقى السنة دي الحمد لله ومحمد رمضان كان المفروض المين اللي أنا كنت هعمله. ياسمين جه بدري بس كان المفروض ما كانش الدور هيبقى حجمه كده بس الحمد لله. أو مستقوين بالردود دي الحمد لله وردود أفعال حلوة قوي الحمد لله. الحمد لله. أستاذ هاني إحنا سعيدين بتواجدك معنا يحبين. ما شاء الله يعني إحنا مع نصف قرن من الفن الحمد والتاريخ الحمد والله يعطيك طولة العمر إن شاء الله ودوام النجاح والإبداع. الله يخليك. ثلاث أعمال ما شاء الله الهنادي. أي الأدوار اللي يعني لفتت انتباهك أكثر؟ هو طبعا سبق الثلاثة ده أفراح إبليس الجزء الثاني. اتذاع قبل رمضان. نعم. و يعني هي حست في نفسها من افراح ابليس انها تستطيع لان افراح ابليس باللهجه السعوديه كمان واول كان شغلها فكان صعب قوي اللهجه السعوديه انها تمارس الكلام ده وما بقاش في اخطاء وتعطيل واو فلقت نفسها ماشيه صح هو ده اللي جرأها انها تبقى في اكتر من عمل اكتر والكويس فيه ان انا بشوف هنادي على الشاشه كانها في البيت طبيعيه يعني ما فيش فرق ما فيش تكلف ما فيش كلام ده بالطبيعيه جدا تلقائيه فعشان كده الفنان لما بيبقى تلقائي ونعم بيخش القلب بسرعه يعني طيب استاذ هاني انا يعني عاده احنا نسمع من الفنانين انه دائما عندهم ملاحظات على دخول ابنائهم او بناتهم للمجال وسمعنا احنا يعني سواء كان فنان مغني او كان بالزبط. ممثل وجهة نظرك انت بالموضوع هذا وكيف تعاملت مع هنادي وجهة نظري ان انا اسست هنادي صح نعم يعني اديتها اللي بنيت فيها الشخصيه المستقله الاختيار الصائب يعني كنت طبعا مراجعه وزي ما تقول نظري عليها على طول من غير ما تشعر فحتى اتعلمت البيانو بدأت تغني أغاني أجنبية وكده نعم فالبنية الإبداعية موجودة فيها يعني من صغرها نعم وهي كان لسه عندها 8 سنين وتسع سنين فأنا ما قلتش عليها لما جت اختارت هي التمثيل أنا ما قلتش أي أب ولا حد بقى في الكارير ده بالذات يخاف لأن أنا عارف إن في سلبيات وإيجابيات نعم. وبكل مجال لو طلتها السلبيات ربنا يستر فعشان كده كنت متخوف جدا إنما أنا اطمنت لأن بنيتها صح يعني الحمد لله لا وعلى يد مين يعني على يد موسيقار كبير وعاش مع ما شاء الله يعني فنانين كبار وأكيد يعني كنت بتشوف كل فنان كيف كان بيتعامل في اللوكيشن إيش كان بيعمل التزامه يعني وصناعة النجوم بالضبط يعني وانت مارس صناعة النجوم بالضبط مع ذكرى وكده فحسيت إن ممكن قوي إن إزاي الواحد يعني يبني ده من غير ما يكون قاسي أو ما يكونش فارض شخصيته عليها وكذا خليتها هي تفجر شخصيتها وفي نفس الوقت أنا مطمن فيعني الحمد لله اللي بترفضه هو اللي يغضبني فكويس أنا تابعت مسلسل حكايتي وللأمانة كنت فعلا فيه عفوية وطبيعية وكنت يعني صادقة يعني حسيت فعلا أن في صحبة وصديقة كده ممكن الله تكون بتحبني حكيني كيف قدرت تكوني فعلا بهذا الصدق هنادي. هو والله ما اعرفش ايه من حاجه من جد كده بس هو الميزه في اللوكيشن ده بالذات في المسلسل ده ان ما شاء الله الكرو الحمد لله حلو قوي يعني المخرج اول حاجه هو دايما المخرج هو اللي بيدي الانرجي الطاقه للوكيشن احنا استاذ احمد كان
الاب الحنوت تحسي ان اللوكيشن دافي ومش حاسه انك رايحه شغل، انت اصلا حلو. مبسوطه ان انت رايحه. انا شفتك قعدتي تمدحي ياسمين أيوة. صبري ومدحتي كل اللوك ياسمين والكرو وكل الممثلين كلهم بلا استثناء ما شاء الله الله اكبر، ده احلى كرو. والله انت اللي عسل، والله العظيم انت اللي عسل، تحسي ان انت مبسوطه. هخلينا نشوف مقطع كده من مسلسل حكايتي. يلا. هو مش احنا اتفقنا ان انا هبقى ماسكه المقابلات والاتفاقات والفلوس اداره يعني؟ ايوه نسرين، بس ده مش شغلك الاساسي، شغلك الاساسي انك تبقي فاشن ديزاينر. هو يا بنتي انت مش جيتي اسكندريه عشان تبقي مصممه؟ ماشي تمام، احنا لحد بس ما نستقر ونبقى نشوف الموضوع ده. انا شغلي التاني محتاجني اكتر. مفيش حاجه اسمها كده، ده شغلك الاساسي، انت لازم تبقي فاشن ديزاينر، وبعدين هي الفلوس كلها هنا. انا مش فارق معايا الفلوس يا دريتا. لو انت مش فارق معاكي يفرق مع اهلك. انا ما عنديش اهل، انا اتربيت في دار ايتام ولا اعرف اب ولا ام، ما عنديش غير اخواتي بتوع الملجا والست الطيبه اللي ربتني. انت ليه نسرين عمرك ما حكيتي لي حاجه زي دي؟ عادي متعوده متعايشه يعني، ما تشيش همي. سلام. والله بدايه يا هنادي، الدور الاقرب لك بالاعمال الثلاثه امل اكتر حاجه، عشان امل اشتغلت عليها كتير قوي يعني. امل كان صعب، ان كان في كذا تطور، البنت في المدرسه، البنت اللي بتحب، البنت اللي بتتجوز، بين جامعه، بعدين بتتطلق، بعدين حامل، بعدين ففي حاجات كتير كان مفروض صعب انك يبان الفرق. انما نسرين اللي كان فيها ان هي very natural، اللي هو انت بتروح مش لازم فيه يعني، هو كده بتيجي كده. وساره نفس الكلام، هو امل اللي كان فيه شغل كتير قوي. عادة تجذبك الـ يعني الشخصيات اللي تحتاج شغل وتجهيز. طبعا بحب الحاجة اللي أنا أحس أنا ما أقدرش أعملها يعني، أخاف أقول لا احتمال أبقى وحشة فيها، فدي تخليني أن أنا لازم أشتغل عليها. بس الحلو أنك كمان أخذت من بابتك حبك للموسيقى وللغنى والفن. قديش تقعدوا تتناقشوا في البيئة؟ يعني أنا أحب أقعد هذه القعدات صراحة. وإيش أكثر موسيقى؟ أنا عارف أنه كل أغاني كلهم حلوين. ذكرى الله يرحمها. الله يرحمها. لا لا لا، احلى اغاني واحلى اغاني. تحس انها كانت تلامسك اكثر لانه هي كلها حلوه. انت قلتي ذكرى، انا بقول حاجات كتير يعني. ايوه بس انا كمان عشان بحبها، فهم الاثنين مع بعض بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. حاجه حلوه. استاذ هاني، لو يعني نتكلم عن هو هذا بالنهايه وجهه نظر يعني شخصيه ما شاء الله هنادي يعني عدت بلك، وين تشوفها يعني اقرب، في الموسيقى ولا التمثيل؟ لا هي هنادي طبعا انا يعني امنيه عمري انه يجي لها حد يعني ورق يكون فيه الفرايتي، في التشكيله الكامله، غنى وعزف وتمثيل. هتطلع طاقات منها اكتر من كده بكتير بكتير، لان انا مارست ده. نعم. يعني انا بيني وبينك عشان موسيقى سوريا اللي عملتها في حياتي ما شاء الله يعني تقريبا 97 فيلم، 97 فيلم غير المسلسلات التلفزيونيه والاذاعيه والحاجات دي. انما تحس حضرتك مثلا يعني مارست سعاد حسني من اول خلي بالك من زوزو. فانا عارف وشفيه ومتولي يعني. نعم. فحسيت انه الطاقات دي اللي فيها الفرايتي وبتاع بتديها باور كبير قوي. وبتعيش في داخل الناس كتير. صحيح. فلحد دلوقتي هي عملت نص الامكانيات اللي جواها صراحه. نعم. يعني انا مش عشان بنتي بقول كده، انما انا شايف فيها فنيا. احنا نتكلم لو عزفت وغنت ومثلت لسه كنت بسالك يعني انت يعمل لي البوم يعني مش عايز. لا بقول له مش يبقى احد من برا يامن فيكي زي ما هو امن فيك. عارفه كيف يعني حيفرح اكثر، لكن هو سهل انه عادي يعني. هو بالضبط يعني هو سهل، لكن بتشوفها يعني في ادوار استعراضيه غنائيه. أيوة بتشوفها في هذا بالضبط. نفسي بس هي عشان بقت التكاليف عاليه قوي. نعم. لاي منتج يعمل اغاني يعني فيلم استعراضي مكلف يعني. كان زمان احنا شفنا عبد الحليم وفريد الأطرش وسعاد حسني وكثيرون طبعا كثيرين. كل الافلام فيها اتليست اغنيه اقل يعني حاجه، اغاني فيها استعراضات ومجاميع وكده. فكان طيب استاذ يعني دائما احنا لما نلتقي مع قامات كبيره مثل حضرتك دائما نتذكر هذاك الزمن. ودي اسال يعني حضرتك بما يخص مصطلح الزمن الجميل. هذا عليه كمان يعني نقاشات. هل تعتقد انه فعلا في كان زمن جميل، او هو لكل زمن يعني جمال؟ هو استاذ هاني كانت المناخ كله كان زمن جميل. نعم. مش بس اللي بيرسل الابداع، لا المتلقي كمان. نعم. كان عايش في انسجام وعايش مع سلام مع النفس وهدوء.
وما فيش الضغوط الحياتية الموجودة دلوقتي صراحة. نعم. يعني تحس إنه اللي قاعد بيسمعك قاعد وكله إنصات واحترام ورايح لابس ومتشيك وحاطط البرفة بتاعه عشان يسمع فن. شفت بس هو يعني الجمهور الآن هو ما عنده مشكلة يكون عنده بدلة ويحط برفان ويروح، بس فين البدلة وفين البرفان؟ لا يعني هي الظروف تغير. لا والله لا والله يعني أنا فين المكان وكل حاجة. أنا في مشهد ما انساهوش وصعب عليا قوي، يعني ده اللي خلاني أحس إن في فرق شاسع ما بين الزمانين. إنه مثلا جابوا كاظم الساهر في الساحل الشمالي عندنا في مصر وعلى البحر ورمل وبتاع، فاللي داخلين يسمعوه اللي لابس شورت وحافي ورمل في رجله وبتاع وجاي يسمع، طب ازاي تسمع طرب كده؟ بص يعني خد المكان هو فرض يمكن عليهم. في حفله كنا انا وبابي بنتراهن ان في ناس مش فاكره كان بابيون ولا كرافطه، احنا كنا بنتراهن ندور على حد واحد مش لابس بابيون او كرافطه. ماسكين الناس لا ده لا ده لابس لا ده مش بنقعد نتراهن بجد. شوف حفلات ام كلثوم الفيزون والفورير والحاجات دي وقاعدين تحس ان طب تشم ريحه البرفان من خلال التلفزيون. ما احنا كنا والله بالظبط ادي كاميرا والله قاعده انا مع عيله ليا في مصر وباحترام، فبيقولوا لي احنا نفسنا نلاقي الجمهور اللي كان بيقعد وبيسمع الفنانه ام كلثوم الله يرحمها، هم فعلا فين يعني؟ هنا هذا السؤال. انا مع ام كلثوم والله اول ما اتفتحت ستاره في ليله حب سينما قصر النيل، اول ما فتحت كاني دخلت محل برفومري والله العظيم، بشم برفانات مليون ماركه، تحس انه فعلا انت قاعد في 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 حضره ناس يعني جايين يعني يستمتعوا بالفن. نعم تحس ان الفن ناس جايه تسمع التبادل فظيع. هنادي هل ممكن يعني في هذا المشروع الحلم انه يكون في تمثيل وغناء؟ طبعا. هل لا ده من حلم حياتي نعمل فيلم في الاثنين. وهل يعني كيف رحلتك بالبحث عن هذا الحلم؟ هل انت مثلا قاعده مستنيه او تقترحين افكار؟ لا طبعا الواحد بس انا دلوقتي مركزه اكتر على التمثيل، يعني باخد كل حاجه الاول احط رجلي فيها اثبت نفسي. تثبتي فيها بالظبط. فدلوقتي الحمد لله نركز في التمثيل بعدين الغناء. طب سؤال، يعني بما انه والدك الفنانه الكبيره هاني وهنا، قد ايش صعب عليك ان تعجبك اغنيه؟ صعبه قوي صح؟ لا وفي مشكله ان انا كمان من نوع الفريحة قوي، فلما حد مثلا يغني قدامي صوته مش حلو بقول له قد ايه مشكله والله العظيم ساعات اللي هو صوتك مش حلو جدا. لا مش بهرج، اللي هو لو سمحت بعد اذنك شن ودني. لا بجد والله صعب قوي، وبزيد في بس ده بيساعد في الشغل ان جنرال. صحيح هذا يعني المفروض الصراحه مهمه جداً. خاصه يعني في الغناء، يعني للاسف الشديد احنا صرنا بنجامل ايام وبعدين فجاه بتلاقي البوم نزل على السوق وكسر الدنيا كمان. هنا الصدمه ما تفهميش ليه. بالظبط. هي ارزاق وتوفيق ونصيب. والله احنا استاذ هاني وهنادي نتمنى لكم دائما النجاح. الله يخليك. وحقيقه الحديث لا يمل. صحيح. يعني احنا ودنا نفتح يعني كثير من المواضيع. انا بس بالمناسبه بشكر بسيل انه فعلا السنه دي كانت الوجبه دسمه. نعم. حس الانتقاء كان صح. انا ما فكرتش اغير محطه كتير، يعني عندي ام بي سي 4 و1 وحاجات كده، فدول مغطيين المسلسلات اللي نفسي اشوفها صراحه. يعني انا ارجح لكم تتابعوا دفعه القاهره ان شاء الله. لازم تتابعوا مسلسل دفعه القاهره والعاصمه. ودفعه القاهره بالظبط كان وخمسة ونص. صحيح. لا يعني كل الحاجات كان وجبه جميله يعني. انتوا نورتونا وشرفتونا وينعاد عليكم يا رب الصحه والسعاده وكل من يتابعنا. الله يخليكم. الله يسعدكم يا رب. تحياتنا لكم.